صوفي، ولاد خالي ولاد خالتي واهلي كلهم واصحابي ومعارفي كلهم في الصوف. صوفي والعلاوي دولت اقسم بالله اهلي، انا مش جاي افرض نفسي عليكم، لا ده انتوا اهلي بالفعل. فانا بتمنى انكم تدعموني اولا لله ولمصلحه البلد ديت ولمصلحه بندر الفيوم ولمصلحه حي الصوفي، لان انا منكم ومش هسيبكم. وعد وعد مني والله خير الشاهدين ان انا مش هسيبكم، اقسم بالله لن اترك مكان لا انا ولا الحزب بتاعي الا ونخبط على بابه ونحل المشاكل العامه في اول سنه، مشاكل عامه في اول سنه. وبعدين هجيب محليات قادره وناس واعيه، انسى النظام القديم كله، ناس محترمه وناس واعيه، اللي عنده امانه وصدق في النظام القديم والناس تقول ده الراجل ده محترم والراجل ده بيشتغل والراجل ده بيراعي ربنا هيقف، لان المحليات هيبقى ليها في الفتره اللي جايه دور كبير جدا. اعضاء المحليات هيبقى معاهم تفويض يشيل المحافظ. اعضاء المحليات في قانون المحليات الجديد هيشيل ابو المحافظ، هيشيل رئيس مجلس المدينه لو ما اشتغلش، هيشيل. مش هقول لك بقى هيقول له اتفضل احنا مش عارف ايه عشان خاطرنا، خاطرنا دي خلصت. اللي يشتغل على عينه وراسه، اللي يقعد بقى اللي عايز يركن يتفضل يشوف له حته يركن فيها خمس ست سنين 10 سنين لما البلد ينصلح حالها بالشباب وبيكم وبكل الناس المخلصه اللي عندها دين وضمير. ويعني وما اريد الاصلاح الا ما استطعت وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تساوي المصروفات فيحصل عندك عجز تضطر للاستدانه وانك تستلف من غير من بره، الاستلاف شهر مع شهر، يا تقفل النشاط يا اما طبعا القضاء وغيره. يعني انا عايز اقول ان المجتمع المصري هو صورة مصغرة من الفرد المصري، صورة مكبرة من الفرد. يعني المجتمع ما هو إلا مجموعة أفراد، ونحن المجتمع ما هو إلا مجموعة من دخول الأفراد زائد دخول المجتمع من ثروات معدنية وبترول وغيره وغيره وسياحة وغير ذلك. لو جينا نتكلم على إن الدخل المصري بتاعنا الموازنة بتاعتنا فيها عجز على مدار 25 سنة ربع قرن، لما نتكلم على إن العجز بتاعنا كان 65 مليار جنيه مصري في سنة 94 يوصل ل 300 مليار جنيه النهارده. الدوله النهارده بتستدين حاجه اسمها الدين الداخلي من البنوك، تضطر تجيب قروض من البنوك. البنوك دي مدخرات المصريين، احنا مدخراتنا احنا فلوسنا. انا النهارده يعني فوجئت ان انت يعني البنك بيدي تقريبا 63 جنيه على 1000 في السنه، وبيقرض الحكومه بحوالي 150 جنيه في السنه. فرق شاسع، فرق شاسع. وما بيستثمرش في صالح البلد وفي صالح بناء المؤسسات وفي صالح الاستثمار الصناعي، ما بيستثمرش في